دي مناسبة ديال الذكرى ديال 14 نوفمبر ديال الذكرى ديال داء السكري وقية تكفول اللي يحتفل بها العالم بإسره. وهذا مناسبة باش نديروا هذه الزلبة من للوقاية من الزكام ومن الأمراض اللي تقدر تنزع لنا هذا الجو للموت الطريب. واللي هو مريض بالسكر تنصحو باش يزيد يكون يعتني بهذه الزلمة كل سنة، ما تتكلفو حتى شي حاجة، يعملها للوقاية من مخلفات داء السكر. لابد من الزلمة اللي بالأخص للناس اللي هما مرض بداء السكر. من أهداف جمعية السكري بقية تكفل هو جمع أكبر عدد ممكن من مرضى السكري المعوجين قصد مساعدتهم معنويين مع ضمان تربية صحية دائمة. كما هو معلوم أن مرض السكري هو واحد المرض مجمين تيقاش الكبير والصغير والضعيف والتاجر وما عندهش حدود. الجمعية خلاص على عاتقها هذه 15 سنة وهي كل سنة تدير تلقيح ضد الزكام الموسمي، لأن يعني هذا الفصل هذا تيبقوا مضاعفات بزاف عند مرضى السكري، وتيقدروا إلا ما تعالجوا الفروق ديالهم وتصابوا الفروق ديالهم تيقدروا يوصلوا حتى الممات. لهذا عندنا تنصحوا جميع مرضى السكري يديروا تلقيح بعد استشارة ديال الطبيب ديالهم، لأن هذا التلقيح هذا تدير الوقاية، ما تخليش يعني الزكام يجي بواحد السرعة، حتى لازم الزكام تيجي خفيف. إذا الزكام ضروري، والجمعية يعني في كل سنة تدير هذه الحملة هذه في إطار الشركة ديالها مع المبادرة الوطنية للتنمية مع وزارة الصحة. اليوم شاركنا في هذه الكومباني ديال الفاكسيناسيون ديال لاغريب، واختصينا بها الناس اللي ديابيتيك اللي فيهم السكر. علاش لحقاش يكونوا هما لو سيستيم ايمونيتير ديالهم افيبلي، يعني المناعه ديالهم كتكون ناقصه، الشيء اللي كيشجع انه تجيهم لانفيكسيون ويمرضوا اكثر بلا غريب. دونك وكتكومبليكا لهم الحاله ديالهم، كتجيهم برونشيت بنوموني وداك الشيء. دونك فضلنا اننا نديروا اليوم هاد لا فاكسيناسيون، وتيكون حتى علاش عاوتاني حتى تيكون لو سكر يعني السكر في الدم ديالهم تيكون طالع، الشيء اللي كيشجع الانفيكسيون. بالنسبه لليوم كان هو النهار الاول، كان اقبال تبارك الله كبير، وباقي ان شاء الله غدا نهار الثاني. كنطلبوا من الناس اللي شافوا الفيديو يجيو باش نديرو لهم لي فاكسان اللي كانوا ديابيتيك. جالي باش نحيد ندير الشلبه على واش نوليو شويه لاباس. انا راه مريض بالسكر الله يشافي الجميع، وجاو حتى هما يتهلاو في صحتهم. السكر راه واعر، اللي ما داواش غادي يقدر يسخف ولا يوقع له شي مشكل، الله يحفظ. حنا كل عام تنجيو هنا نديرو سميتها الجلبه. حنا اليوم متواجدين في جمعيه السكري بالضبط عند لي سوجي ديابيتيك باش نديرو لهم واحد لا فاكسيناسيون ديال لا غريب، وهاد الفاكسيناسيون تعطيهم واحد لا بروتيكسيون من هاد لا غريب. والحمد لله اليوم كنشوفوا انه كان واحد الاقبال كبير، وهذا الشيء كيفرحنا. بالنسبه لان الحملات التحسيسيه توصلوا للمجتمع ديالنا، وهذا كيدل ان واحد الوعي كبير وصل للمجتمع ديالنا، وهذا الشيء مزيان لينا الحمد لله. اصحاب السكر كاع مزيان لهم هاد الجلبه هادي الحمد لله، كتحاميهم الحمد لله. وتنقول لهم اللي مريض بالسكر يجي يدير الجلبه في هذه المناسبه هادي، راه موجوده في جمعيه السكر الحمد لله. والريجيم وشويه الرياضه والحمايه، المهم الانسان يدير الحمايه. من 2001 تنجيو تندير الجلبه في جمعيه السكر، باش كتحميني شويه من الزكام ومن سميتو الحمد لله، ما كنلقى حتى شي مشكل الحمد لله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.